أعرف من حضرتك مؤشرات أول 9 أشهر من هذا العام على ما تشير؟ يعني هي تؤشر إلى ما نتوقعه بهذا العام، ودائما نحن القياس عم بيكون لآخر سنة طبيعية كانت ما قبل كوفيد 2019. شركات الطيران العربية ستنهي هذا العام إن شاء الله بزيادة حوالي 12% عن مستوى عام 2019، بينما شركات الطيران في العالم الزيادة حتكون 8% قياسا إلى عام 2019. فيما يتعلق بالمطارات العربية، من المتوقع أن ننهي هذا العام بزيادة حوالي 22% قياسا إلى عام 2019، بينما مطارات العالم حوالي 4% زيادة عن 2019. هذا يدلل على أولا يعني شركات الطيران العربية وموقعها في خريطة السفر العالمي تتزايد، المطارات العربية بموقعها في خريطة النقل الجوي في العالم تتزايد، ليس فقط من وإلى العالم العربي ولكن عبر العالم العربي، إلى يعني ربط كل قارات العالم مع بعضها. سيد عبد الوهاب، كيف ستزيد الإيرادات وما الداعم لزيادة إيرادات الشركات وهي تواجه في الفترة الأخيرة زيادة تكاليف التشغيل، وأيضا بعض الشركات تراجعت هوامش الربحية بالنسبة لها؟ يعني مسألة تراجع هوامش الربحية لها كثير عوامل، ولكن خليني أقول أنه شركات الطيران العربية الكثير منها سجل أرباح تفوق تلك التي سجلت في آخر سنوات طبيعية. السبب أنه عامل الجذب ما هو؟ عندك عنصرين رئيسيين للجذب في قطاع الطيران. العنصر الأول هو الخدمة المقدمة للمسافر، وهذا نتميز فيه على مستوى شركات الطيران العربية بجودة الخدمة، ودائما تطوير هذه الخدمة لتتوافق مع ليس فقط المتطلبات الأساسية للمسافر ولكن أيضا لإمتاع المسافر في تجربة السفر. الثانية هي تجربته في المطارات، يعني الفارق ما بين المطار العربي والتجربة السلسة، وخاصة إذا أخذنا مثلا مثل نحن هون في دبي، تجربة التعامل مع المسافر تجربة رائعة، بتاخذي مقابل ذلك الازدحام في مطارات أوروبا، يعني اللي بيحسه المسافر أنه عملية تضييع وقت كبير جدا في خلال سفره، هذا يجذب المسافر للسفر مع شركات الطيران العربية قياسا إلى شركات أخرى من خلال المطارات العربية. طيب خلينا نسأل حضرتك على التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعض طبعا الدول بتشهد نوع من أنواع الاضطراب في الحركة خلال الفترة الراهنة، لأي مدى بيظهر تأثيرها؟ يعني تأثيرها خليني أقول على الصورة العامة غير كبير، والدليل ما نتوقعه بزيادات في نهاية هذا العام. مع الأسف أنه شركات الطيران وخاصة تلك الموجودة في مواقع هذه التوترات الجيوسياسية يعني مضطرة أن تتعامل مع هذا الواقع بطريقة تؤمن استمراريتها، بيصير الأولويات عندها تأمين الاستمرارية. يعني في نهاية المطاف الطيران هو جسر تواصل، وأي انقطاع أو خلل في هذا الجسر يؤثر سلبا على المستوى العام. التأثير غير كبير على المنطقة العربية، هو محصور في مناطق التوتر وليس على مستوى عربي عام. أخيرا سيد عبد الوهاب، هذا النمو سيتواصل خلال العام المقبل وما هي أيضا التوقعات؟ من المتوقع أن يتواصل، هنالك يعني هموم أخرى تأتي على رأس شركات الطيران العربية. يعني الهم الأول هو استيعاب هذا النمو من خلال طائرات جديدة ومن خلال استبدال الأساطيل المتقدمة الموجودة عندها، على الرغم من أن شركات الطيران العربية عندها أحدث أسطول في العالم من ناحية العمر، عمره متوسط كان في عام 2019 7.2 سنة، بينما المتوسط العالمي حوالي 14 السنة. تقادم أكثر شوي بسبب عدم تسليم طائرات جديدة، بسبب الصعوبات اللي عم تواجهها سلسلة التوريد لصناعة الطائرات، ولكن يعني نأمل أنه سنة 2025 تكون أفضل من سنة 2024. عندنا طبعا تحديات جديدة وخاصة في موضوع البيئة وكيفية التعامل مع مختلف الإجراءات التي تقر حاليا في العالم على هذا الصعيد.
ممكن أسأل سؤال أخير لحضرتك، هو فكرة الرسوم الخاصة بالمطارات، هل الرسوم اللي بتفرضها المطارات في المنطقة هي تنافسية مقارنة بمطارات دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها؟ قطعا الرسوم تنافسية، والمبدأ من وراء الذي تتعامل به سلطات طيران المدني والحكومات العربية مع رسوم المطارات هي مبدأ الجذب وزيادة الحركة وزيادة التشغيل، بدل ما أنه تزيد الرسوم وبنفس الحركة. فهذا المبدأ غير ما هو معتمد في مناطق أخرى في العالم، اللي دايما هدفها زيد ربحية ما هو موجود بدل ما أنه تزيد التشغيل، خاصة أنه قدراتها على التوسع بالذات في أوروبا محدودة جدا، نظرا يعني عدم وضع الخطط الكافية وتنفيذ هذه الخطط في عملية توسعة البنية التحتية.